الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحدث والذي نطوف من خلاله عبر مجموعة من الأحداث والأخبار على الساحة المحلية وكذلك العالمية. اليوم إن شاء الله محضر لكم مجموعة من الضيوف اللي راح نتحدث عن مجموعة من الأحداث هنا على طاولة الحدث، والبداية مع أبطال كأس حضرة صاحب الجلالة للهوكي نادي النصر، حيث توج نادي النصر بطلا لبطولة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي، وذلك بعد فوزه على أهلي سداب بضربات ترجيح ب4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما. إذن للحديث أكثر حمود العلوي أمامية، والمنطقة اللي جاي كانت خطرة في اللعبة الماضية، وتصويبة ضاغط أكثر مثل ما شايفين هذا الخطأ، وأيضا منقولة داخل المنطقة بوجلاز، وتصويبة من هليس. نعود للمباراة وهجمة عن طريق أحمد عز، محاولة دخول داخل المنطقة والحصول على هجمة. إذن كانت هذه أهداف المباراة، أهلي سداب والنصر، ولكن النصر يتوج باللقب بعد الفوز بضربات ترجيح في سيناريو مكرر لسيناريو العام الماضي. الحديث أكثر حول هذا التتويج وأبطال هذا الفريق معنا المدرب نادي النصر محمد بن عبد الله البطراني. حياك الله كوتش. حياك وسهلا. سعيدين بوجودكم معنا اليوم. واحنا سعد الحمد لله. ونبارككم هذا التتويج والمرة الثانية على التوالي وعلى نفس الخصم، يعني أهلي سداب. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير إن شاء الله. حياكم الله. إذن على الجانب الآخر أيضا لاعب نادي النصر الهوكي يونس بن غابش النوفلي، حياك الله كابتن. الله يحييك. مبروكين أيضا. الله يبارك فيك. الله يبارك. حياكم الله. الله يحييك. إذن بالأمس تابعنا مباراة مثيرة كانت، سواء كان في الأوقات الأصلية وحتى في ضربات ترجيح، سيناريو مكرر بشكل يعني تام لسيناريو العام الماضي، منافسين من يعني أكبر المنافسين على الهوكي أهلي سداب والنصر. كيف شفت المستوى العام لهذه المباراة اللي كانت بالأمس؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني احنا دائما نستمتع يعني بنلعب مباراه ضد اهلي سداب، خاصه هم اخواننا ما شاء الله، يعني جدا فريق منظم، فريق يحترم، فاي فريق يقابل نادي اهلي سداب يستمتع في اللعب معه، فكانت يعني ليله رائعه جدا يعني بالنسبه لنا. ودائما احنا نرتاح كنادي النصر ان نلعب اي مباريات خاصه النهائيات مع اهلي سداب، عشان اشبه بالقريب التقليدي حاليا، بس خلاص استمتعوا الفريقين واللاعبين، خاصه انه من الفريقين انه كل فريق يحس انه هو النصف الثاني ماله مكمل عشانه. صحيح. هي صحيح. يعني كابتن يونس بالامس يعني انت واجهت اهلي سداب من قبل في نفس هذه البطوله، وايضا واجهته خلال السنوات الماضيه، كيف كانت التهيئه النفسيه بالنسبه للاعبين انكم تدخل هذه المواجهه مع بطل سابق لهذه البطوله وايضا غريم تقليدي اذا صح التعبير في السنوات الاخيره؟ طبعا يعني من ناحيه الاستعداد يعني طبيعي، نحن نادي النصر يعني ما غريب عن النهائيات، فهذا الوضع يعني متداول، يعني الوضع طبيعي معنا نحن، فكان الروتين عادي، فالحمد لله دخلنا نحن وعارفين فريق الخصم كيف، وعارفينهم كلاعبين وشايفينهم زين، وهم عارفيننا بعد نفس الحاجه يعني كأداء كلاعبين، بس تفرق يعني المهارات الفنيه والرغبه والحماس اكثر. جميل. والحمد لله يعني رب العالمين نحن قدرنا يعني لاخر حاجه ان نحن نعادلهم ونفوز باذن الله. يمكن حتى كان السيناريو شوي يعني ثقيل عليكم بعد التقدم بهدف. نعم. ترجع اهلي سداب بهدفين وبعدين التعادل بالنسبه للنصر، وحتى في ضربات ترجيح اهلي سداب ما يسجل والنصر يسجل، كان سيناريو شوي صعب. هو نفس السيناريو العام الماضي. صحيح. يعني نحن تقدمنا 1-0 فعدلوا ان هم وتقدموا علينا، ونحن يمكن بدايه قبل يعني خلص الشوط الثاني يمكن بربع ساعه فنحن عدلناهم، فبعدين خلاص المباراه سوت يعني دفاعيه اكثر ما هي هجوميه. صحيح. فنفس السيناريو يعني بالضبط. جميل. يعني حتى في هذه البطوله كابتن محمد، يعني البطوله شيء مضغوطه صارت، يعني اقيمت خلال تقريبا 18 يوم مجموعه كبيره من مباريات، يعني سواء كانت هناك في صلاله وحتى هنا في مسقط، يعني مباريات شويه يعني صارت الروزنامه مضغوطه بسبب يمكن المشاركات الخارجيه للمنتخب الوطني. هل تاثرت من هذه المباريات المضغوطه، خاصه ان بعض الفرق الاخرى عانت من اصابات كثيره سواء كان خط الدفاع او حتى في الخطوط الثانيه؟ نعم.
لا بالعكس، ترى احنا البطوله هي دائما نظام البطولات على مدار السنوات الماضيه احنا نلعب بنفس الطريقه، يعني تلعب مباراتين وترتاح مباراه، فهذا الشيء انت متعود عليه. حتى المباريات الدوليه اللي تلعبها انت تلعبها بنفس الطريقه، اللي هو اللي يمكن استوى الضغط اكثر على اساس انه الوقت اللي كان في البطوله هي، لانه كان الناس تتوقع انه الجزء الثاني من البطوله في السنه القادمه في شهر 2، فهي هذه. ولكن كان الاتحاد يعني ابلغ الجميع انه عندك ما يقارب 40 يوم عشان تجهز، وفي نفس الوقت انه كان الشباب شغال دوري الشباب، فاغلبيه الانديه لاعبينها من الشباب، ففي فرصه انه كان الفترات هذا كنا يجهز لاعبينهم يعني كل فريق. ونعرف انه يعني ما شاء الله يعني يونس مجموعه كبيره من اللاعبين المنتخب متواجدين سواء كان في النصر او الاهلي والزمالك، تاثير وجودهم مع هذه الفرق وخاصه فرق بالامس يعني الاهلي والزمالك والنصر، كل لاعبين المنتخب موجودين من هذه الفريقين، وتاثير وجودهم معكم هنا في النصر وقدرتهم على العوده في النتيجه والظفر بهذا اللقب. نحن الحمد لله الاكثر حاجه استفدنا منها نحن يعني ما نلعب ب 11 لاعب، نحن نلعب ب 18 لاعب ما شاء الله، فهذا اللي ساعدنا نحن. يعني اي حد يدخل فهو نفس المستوى اللي يطلع، يعني ما في اي تباعد في المستوى، فهذا نحن خلينا المدرب في حيره، فالمدرب من يبتدي فهو محتار، فاي اجتماع هو محتار في اي تشكيله يعني يبدا بها، فهذا اللي احنا ساعدنا يعني نحن يعني نفسنا يعني نقدر نلعب مباراتين متواصلات ما عندنا اي مشكله، لان نحن الصف الثاني معنا قوي. جميل، حتى المدرب محمد يمكن واجه انت هذه المشكله انك يعني معك 18 لاعب من افضل لاعبين على مستوى الهوكي في السلطنه، وحتى بالنسبه للمنتخب يعني صعب كثير مثل ما ذكر يونس انك تحط 11 لاعب كقائمه اساسيه وحتى اثناء المباراه في عمليه التغييرات. لا الحمد لله، ترى هو نفس الشيء، احنا كنا في الدوري العام يعني لعبنا بالصف الثاني وقبنا الثاني وفي ضربه الجزاء نفس الشيء، وكان الفريق ناقصين تقريبا 9 لاعبين، وكان موجودين من الشباب والناشئين بالاضافه الى كم اللاعبين الخبره اللي هم متواجدين، ولكن الحمد لله يعني على اساس انه يوم جينا الحين في الكاس اذا بديت تجهز الفريق في التجهيز اللي هو التجهيز النفسي، وانك تعطي اللاعب وقت ياخذ فيه الراحه وتقدر تتبدل بالبديل، لانه البديل نفس مستوى الداخل الاساسي، فاحنا الحمد لله في النصر ما عندنا واحد اسمه اللاعب الاساسي، 18 هم كلهم اساسيين وكلهم جاهزين للمشاركة. وكلهم وفي عندنا توقيت معين في التغيير حتى على اساس انه نعرف متى اللاعب ما لازم هو يطلب التغيير، متى لازم يتغير. جميل، حتى بالنسبه للاعبين المحترفين لو تكلمنا مجموعه من اللاعبين المصريين المحترفين كان لهم تاثير كبير بالامس، وشفنا انهم قادرين على اضافه عمل اضافه كبيره بالنسبه للفريق، بعكس بعض الانديه اللي محترفيه يمكن ما كان لهم الاضافه الكبيره للفرق الاخرى المشاركه في هذا الكاس. صحيح، بالنسبه للمحترفين يعني احنا عندنا المحترفين هذا عندهم من كم سنه متواجدين عندنا، وفي نفس الحاجه احنا ما نحب انه يكون عندنا المحترف هو اعلى عن اللاعب الموجود عندنا في النادي، لانه اذا استوى كذا معناته اللاعب يبدي يتكل على الاخرين، فانت يوم تبدي تتكل على الاخرين يبدي مستواك اتكاليات، فمعناته ممكن مره تفوز ومرات تخسر. صحيح، ولكن ما شاء الله يعني بالامس كانوا كلهم لحمه واحده، كلهم يعني قلب واحد، وهذا يمكن كان السر في الفوز بهذا اللقب. يعني يونس بعد ما تقدمته وبعد ايضا ما تقدم اهلي سداب وفاز عليكم يعني او تقدم بهدفين مقابل هدف، كيف كان الحاله النفسيه بالنسبه للاعبين داخل ارضيه الملعب؟ كيف التعليمات اللي جاتكم عشان نرجع احنا قادرين نرجع في هذه المباراه، وايضا بعد ما سجلت هدف التعادل؟ بس هذا يعني نحن من بدايه المباراه داخلين فيها، يعني انت في اي لحظه تتباري فريق قوي، فريق اهلي سداب يعني فريق كبير، في اي لحظه يمكن يسجل عليك، فيعني انت لازم خلاص يكون وضعك طبيعي انه يسجل عليك على طول، انت يعني تنظم صفوفك، تحاول انك تعادل، تحاول انك تقدم مره ثانيه، فهذا الوضع يعني طبيعي، السيناريو مثل ما خباتك يعني متكرر. صحيح، فنحن هذا الوضع كنا يعني مع اهلي سداب نفس السيناريو، فالحمد لله يعني المدرب يعني ما قصر فدرس الوضع، فضغطنا عليهم نحن وقدرنا نعادلهم الحمد لله رب العالمين. كان يعني عندنا فرص اكثر نحن يمكن نجيب الثالث والرابع، بس يعني الحظ ما حالف بعض اللاعبين. وحتى يمكن شفنا الاهلي سداب ايضا قادر على مقارنه أيوة. النصر بحكم انه الفريقين مثل ما نقول عارفين بعضهم، اكيد ما في اي اسرار تخبي يعني على الفريقين. وللمعلومه ايضا مثل ما عرفنا ان النصر يمكن هو النادي الوحيد اللي كسر احتكار انديه مسقط في الفوز بهذا اللقب، وايضا استمر يعني خلال السنوات الثمان الاخيره هو متواجد في يعني
في المباراة النهائية يمكن في أحد المواسف فقط يعني تراجع المركز الثالث. نعم. إيش سر كابتن محمد في هذا المواصلة على نفس هذا النهج والتواجد في المباراة النهائية والصراع على اللقب؟ والله هو الحمد لله رب العالمين، يعني كان حاجة مخطط ليها يعني من السابق، كان الناس يتوقعوا صدفة. فالصدفة كانت احنا حاولنا نثبت انه ما في شيء اسمه صدفة، ما دام انه في برنامج وفي تخطيط سليم وفي تخطيط انك انت وش باغي المستقبل معناته تقدر توصل. على اساس هذا الكلام بدا الفريق من 2006، وكان واضح لكل الناس ان احنا لازم نخلص هذاك التوقيتات، على اساس ان حتى في هذا وصلنا احنا الى اليوم 2014 احنا عارفين يعني احنا وين واصلين. احنا كان عندنا مؤتمر صحفي قبل يومين بلغناهم ان احنا جاهزين جايين علشان نشيل البطوله وراجعين. واعتقد نتائج الفريق من بدايه الكاس يعني هي كانت مبشره صحيح. ونفس الشيء نحترم الخصم، يعني كل فريق مهما كان قابلنا دائما نحترمه، والقاعده هي نجاح اي نادي. يمكن نتكلم ان شاء الله على هذه النقطه بمساله وجود قطاع للناشئين مثل ما ذكرت، للاشبال، للشباب في نادي النصر، يعني ترحيل فيما بعد من هذه القطاعات المختلفه، تاثير وجودها ايضا بالنسبه للفريق الاول، ومثل ما تكلمت اعداد كبيره تشارك في فئه الاشبال مع نادي النصر. نعم الحمد لله، ترى على اساس انك انت تثبت في المستوى الاول لازم عندك القاعده الاساسيه هي تكون موجوده في النادي. صحيح. لا تفكر انك انت دائما بطل بدون قاعده. نجاحك في القاعده يعني خاصه احنا عندنا نادي النصر، ما اقول لك احنا نبدا الموسم ب 180 لاعب. ما شاء الله. بعض الناس يقول يمكن هذا لا يبالغ، ولكن احنا نرحب اي واحد يزورنا في بدايه الموسم. ويشوف الوضع. ويشوفه ويرتاح يعني باذن الله سبحانه وتعالى. فمنهم يتوقفوا، منهم يعني انت تنسي تبتدي على ثلثين الموسم. تلاقي منهم يبقيوا لك 20 الى 25 نفر، واغلبيه اللاعبين في بعض الانديه اللي يروحوا قدم في المراحل السنيه اللي هي 99 2000، يوم ترجع بتلاقيهم لاعبين هوكي يعني. جميل. وحتى يمكن كابتن يونس يمكن مريت بهذه الفتره وكنت في فتره اخرى. اكيد اكيد، بس انا كنت مريت فيها في نادي السحار. كانت البدايه مع نادي السحار. نادي السحار انا بدايتي. يعني كابتن يونس بسالك عن الحارس المتواجد معكم، طبعا حارس منتخب الوطني فهد النوفلي. يمكن فهد نقدم له التحيه، بالامس كان اداء ممتاز سواء كان اثناء المباراه وحتى في الضربات الترجيحيه. يعني وجود حارس بقيمه فهد النوفلي معكم، ايش اللي يمثلكم بالنسبه لكم؟ والله نحن يعني بالنسبه يعني معنا يلعب فهد يعني نسبه 90% نحن مرتاحين في خط الدفاع. يعني الحارس اللي يعطيك المعنويه، يعطيك الثقه بغض النظر انه هو حارس المنتخب الاول. فهذا يعني دافع كبير لنادي النصر. صحيح. وايش اهم التوجيهات يعني كابتن محمد في اللي توجهها للحارس قبل انطلاق ضربات ترجيحية؟ شفنا ما شاء الله يعني كابتن فهد ما سمح لأي ضربة ترجيحية تدخل في مرمى. والله الحمد لله رب العالمين. طبعا فهد يعني هو متخصص في ضربات ركنية جزائية، ويعتبر يعني هو من الأفضل الحراس في السلطنة في هذه المهمة بالذات يعني، يعني تعب فيها كثير حتى أجادها. صحيح. يعني مر بمراحل حتى بعض الاخوه كانوا يتوقعوا انه هذا الانسان خلاص ما بيوقف على الهوكي، ولكن الحمد لله هو سوى رساله للجميع انه هو الافضل، وما تقصيرا بزملائه، بالعكس هم وزملائهم في نفس السفينه، ولكن احنا نفتخر انه يوم يبدوا حراسنا في عمان انه يرتفعوا معناتنا احنا نرتفع. صحيح. فيوم تلاقي مثل هذا الحراس خاصه تلاقي اللاعبين امس لاعبين اهل الاسلام الاجانب لاعبين بمستوى عالي جدا. ما يعني ما لازم نحترم الاخرين، فانه فهد يصد ضربات ركنيه معناته فهد اعلى نفس الشيء. وهذا يمكن حتى يعطيه الدافعيه انه مع المنتخب يقدم الافضل. هي اكيد. وكان بالامس صراع ما بين حارسي المنتخب يعني. نعم. الحارس الاول والحارس الثاني. نعم. في هذه البطوله. ايضا يعني قدره النصر على المواصله والصراع مع انديه مسقط خاصه في هذا الوضع، نشوف يعني في انديه يمكن خبت بريقه في الفتره الاخيره، منها يمكن نادي مسقط، نادي عمان، ما هو الاداء اللي قدموه في السابق؟ ايضا وجود اهل اسداب كصراع دائم، قدره النصر على المواصله في نفس النهج ونشوفها طوال السنوات القادمه يقدم على نفس المستوى ويصارع على اللقب. نعم. الحمد لله هي اذا استوى يعني في تكاتف وتعاون بين اداره الفريق واداره النادي والجمهور والرغبه في تحقيق الانجاز وتسهيل مهمه الفريق تنجح الامور. لانه بدون الحلقات هذه اذا ما تواصلت واستوت حلقه واحده معناته النجاح ما يصير. فالحمد لله رب العالمين، اعتقد انه اللاعبين يعني لهم دور عالي يعني الحمد لله في نادي النصر.
كل اللاعبين يحبوا بعض، وكل اللاعبين يشجعوا زملائهم واخوانهم الصغار على اساس انهم ينهجوا بنفس النهج، خاصه انهم هم صنعوا قدرهم. صحيح. يعني ما لقيوا نادي النصر في الهوكي كان بطل، هاي المجموعه اللي انا طبعا افتخر فيها جدا، هم صنعوا، هم يعني اللي حاولوا انهم يوصلوا الى المستوى بجهودهم عشان يوقفوا مع الانديه الكبيره ويكونوا يعني في الصف الاول. فنفس الشيء كان الاخرين يتوقعوا ان انديتنا في محافظه مره وتروح، خاصه ان نحن نتمرن على ملعب ثلاثي، ولكن الرغبه انك انت تكون موجود ومن توصل اصعب، يعني سهل جدا توصل لكن الصعب انك تحافظ على القمه. صحيح. فلكن الحمد لله بالتعاون والجهد والاستمراريه هي يعني اهم حاجات النجاح يعني. وانا لا زلت اقول الاستمراريه التدريب هو اهم النجاح، ما ينفع انت تتدرب يعني بعد يقول اخوان انا ما معطي الا اسبوعين او ثلاثه او شهر او اقل، انا اجهز نفسي حال شهر. ما يصير ذا الكلام، لازم في استمراريه، معناتك انت موجود، ما في استمراريه اكيد انك تكون خارج اللعبه. جميل. يعني كابتن يونس، يمكن لو نتكلم شوي عن اهم الصعوبات اللي واجهتكم خلال مشواركم، سواء كان حتى داخل المباريات او حتى خارج المباريات. نعرف ان مساله ممارسه الرياضه شوي، معنا احنا ما لنا في عالم غير احترافي، مساله تفريغ من العمل، مساله ايضا مواجهه بعض الظروف، الاصابه ايضا، يمكن حتى في اثناء المباراه نفسها تواجه بعض الصعوبات، نتكلم شوي عنها خلال هذه البطوله اللي فزت بلقبها. والله يعني الاستعداد يعني مثل ما قلت انت يعني صعب يعني بسبب جهه العمل، يعني انت ما دايم انك نحن ما في نظام دور محترفين ولا حاجه. بس نادي النصر الصراحه يعني انا اتكلم عن نادي النصر يعني ما مقصر ابدا. انت انا اتكلم عن يونس النوفري، يعني لو كنت في مقر عملي ولا كنت في ولايه السحار يعني دايم متابع لي كمدرب كمدير، يعني الجميع يتابع يعني هل انت تمرنت، يعني تقرير يومي انا لازم ارسله للمدرب. ما شاء الله. ايوه. انا ومعي الحارس فهد، فلازم يوميا احنا نرسل التقرير، حتى لو انا كنت هذاك اليوم ما تمرنت يعني لازم ارسل تقرير للمدرب عشان هو عارف ان انا تمرنت ولا ما تمرنت. يعني كيف كم فتره تدريبيه خلال الموسم انا تمرنت، فالمدرب يعني مركز علينا كثير يعني. يمكن سر النجاح او خلطة النجاح اللي كشفناها خلاص عشان الأندية الثانية اذا تتابعنا خلاص يعني هو حتى في يعني في التفريغ يمكن احنا يمكن من الصعوبات اللي حصلناها السنه يعني احنا من بعد كل مباراه تقريبا من 5 إلى 6 لاعبين يرجعوا الى صلاله اخر الليل، وكانت من اكثر الصعوبات اللي عانينا فيها، وخاصه بعض الجهات العمل مع احترامنا وتقديرنا حالهم يعني ما حاولوا يتفهموا وش معناته يعني مثل نهائيات كاس صاحب الجلاله. صحيح. واتمنى ان خلال السنوات القادمه يعني يكون في شيء، معناته انا ما ينفع العب نهائيات مولانا واجلس ما كل يوم احصل طائره ممكن ترجع اللاعبين الى محافظ ظفار، لان تتكلم عن 1000 كيلو. صحيح. ويوم ثاني الصباح اللاعب مطلوب منه يداوم. صحيح في العمل. والظهر الساعه 1 مطلوب منه يتحرك من صلاله الى مسقط. يعني هو امر صعب، ويمكن اكبر الصعوبات اللي تواجه اللاعبين من خلال هذا المشوار. جدا جدا خاص يعني احنا عانينا كثير جدا في ذا، يمكن الجميع احنا يمكن اول مره نتكلم في ذا الموضوع. كنادي النصر يعني النادي الوحيد اللي عانى في هذه المشكله، ولا زلنا واحنا اليوم نتكلم معاكم في هذا الموقع في عندنا مشاكل في بعض الجهات العمل عشان بعض اللاعبين. لكن ايش الحلول اللي ممكن احنا نضعها من خلال السنوات القادمه؟ نعرف ان نادي النصر مستمر في ممارسه هذه اللعبه، في مستمر ايضا في الصراع على لقب، اكيد محتاج الى حلول يعني توضع بشكل جذري حتى انه يمارس اللاعبين باريحيه تامه سواء في التدريب او حتى في المباريات. والله هو لا بد يكون النظام يتغير، نظام البطولات ونظام لازم ندخل نظام الاحتراف. على اساس انه جهه العمل اليوم تقول لك انا اساعدك، لكن انا ما مضطر انك كل يوم اساعدك بشهر بنص شهر. صحيح. اجيك على نهايه السنه القى نفسي اعطي اللاعب هاي 3 شهور. وهو مسموح لك في القانون 90 يوم ما اقدر اعطيه زياده عشان النادي، فانت تضطر تقول لهم ان شاء الله ما تقدر يعني. وهم جزاهم الله خير مشكورين يعني احنا نفس الشيء متعاونين يمكن بشكل كبير، واجد مجموعه من 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 الجهات العمل يعني خاصه الجهات العسكريه متعاونه معانا لابعد ما تتوقعوا، لكن في جهات ثانيه نفس الشيء بهدلتنا لابعد ما يتصور. ونتمنى يعني انه يكون الحلول في حاجه تفك هذا الأزمة. طول ما إن إحنا نبغى نرتقي بالهوكي معناته لازم كل الحلقات تبدي تتسهل على أساس إن نرتفع إلى مستوى عالي. صحيح. يمكن بعدين رؤيت هذا الكأس ورؤيت هذا اللقب خلاص أغنيكم عن كل هذه الظروف اللي واجهت والله النادي. الحمد لله. وهذا الميدالية الذهبية وإن شاء الله يعني النصر يواصل في هذا العالم. كسؤال أخير، دخول بعض الأندية الجديدة في ممارسة اللعبة، يمكن صحم هو النادي الجديد دخل في هذه البطولة، عودتهم بعد غياب طويل، يمكن توقف أيضا بعض الأندية،
نعم. ايش اللي يمثلكم دخول هذا النادي؟ والله انا يعني يمكن قد اكون شويه اختلف، لانه في نادي يعني انا شفته من الانديه اللي جدا يستاهل الثناء والشكر، نادي صلاله واداره نادي صلاله، يملك قاعده جدا ممتازه، قاعده من اللاعبين الصغار، اتوقع خلال السنتين ثلاث سنوات الكثير القادمه بتشوفه ينافس بقوه، يعني يمكن هو من افضل الانديه الصاعده هذا العام، من ابناء النادي هم طالعين من سنه ونص او سنتين مع بعض يتمرنوا، جهاز فني واداري متعاون، اداره نادي يعني مستميته عشان انها تنجح هذا الفريق، يعني دي يرفع له حقيقه كل التقدير والتحيه حال هالناس كاداره، وواجد شخصيا انا اشيد بهم دائما، انك يوم تبدي تلاقي اداره تبدي تطلع بالهوكي درجه درجه، وهذا الشيء يكون جدا رائع في نادي الصحم، لانه لاعبين نادي الصحم انا يمكن ما شاهدت لهم المباراه اللي هم طلعوا من الدور الاول، في دخلوا بس مع الدور التمهيدي ما كنا احنا تابعناها، لكن اتمنى لهم الاستمرار، يعني على اساس ان احنا كل ما زاد نادي احنا نستفيد الجميع، وهذا الشيء يكون زين، عشان نفس الشيء عندك الباطنه فيها ملعب فلا بد انه يستفاد منه ما تبقى، واعتقد الاتحاد نفس الشيء عنده مراكز هوكي صحيح 11 مركز ما يقارب صحيح. يعني 11 مركز اليوم انت 11 نادي معناته، ولو الانديه الثانيه نفس الشيء سعد كل الناس تحب كره القدم، ولكن نفس الشيء تعطي للعبات الاخرى جزء خاصه اذا كنت مميز فيها ما يمنع يعني انك تستمر فيها، وحتى لو ما تبدي في الفريق الاول، يعني ما كل بعض الادارات تتوقع انك اول ما تدخل في الهوكي لازم تجيب الكاس، هاي خطا، مفهوم خطا، ليش ما ابدي انا من القاعده وابدي اطلع بالتدرج؟ صحيح، اذا بديت بالتدرج معناته انا بوصل، يحتاج الى صبر سنوات حتى نتصل، اكيد الصاعد سريع نازل سريع، هاي قاعده، يعني اي نادي يتوقع انه بيجي اليوم ويجيب الكاس في انديه يعني هباع ولها احترام، احنا عشان نجلس هذا المجلس الموقع اللي احنا فيه اليوم شفنا تجربه نادي السيب، شفنا تجربه اهلي سداب، تعلمنا منهم، ما عيب ان اعترف اني تعلمت من الاخرين، العيب اني اقول اني اعرف اللي ما اعرفه الناس الاخرين. جميل، ما انا يعني عندكم طياره ويا خلاص بتروح على صلاله، احنا ما حابين ناخركم بشكل كثير، نشكركم على تواجدكم اليوم، ونقول لكم مباركه بهذا اللقب، وان شاء الله نشوفكم يعني كل مره في مراتب اعلى ان شاء الله، سواء كان مع المنتخب او حتى مع نادي النصر، شكرا لكم على وجودكم. محمد بن عبد الله البطراني مدرب نادي النصر الهوكي، شكرا لك كوتش. جزاك الله خير، انا بس اشكر يعني وزير الدوله محافظ ظفار على دائما يعني وقوفه مع انديه المحافظه، وكما اشكر جمهور نادي النصر، والشكر موصول لادارات انديه محافظ ظفار، نادي ظفار، نادي صلاله، نادي الاتحاد، نادي مرباط، وكل من يشجع محافظ ظفار نحن معهم، ان شاء الله تعالى نتمنى لنادي النصر في كره القدم، ننتظرهم يكونوا معنا ان شاء الله في جلسه لنجمع كاسين باذن الله سبحانه وتعالى. جميل، يعني هذه النيه مبيته من الحين. عسى ان شاء الله. جميل ان شاء الله، وعلى الجانب الاخر ايضا نشكر كابتن ولاعب نادي النصر الهوكي يونس من رابش نوفل، شكرا لك كابتن. العفو، بس انا حبيت اهني يعني جميع محبي ومشجعين نادي النصر على كاس صاحب القلاله. جميل. ان شاء الله ان شاء الله القائم افضل باذن الله. ان شاء الله، شكرا لكم. اذا كان هذا حديثنا مع ابطال كاس حضره صاحب القلاله للهوكي، فاصل ومن بعدها راح نواصل هذه الحلقه. الفرح، الحزن، السعادة، الغضب، مشاعر سنراها في المدرجات. الجمهور دائما على الفريق خسران أو فايز. بعد الدور، بعد الدور، بعد الدور. لازم المدرب يدخل في هذه الأمور هذه. مشكورين. أصواتكم، مشاركتكم هنا في الأستوديو. فقط في صدى الجماهير. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى مجموعة من الأخبار على الساحة المحلية، حيث فاز منتخبنا الوطني الأولمبي على شقيقه الأردني بهدفين لهدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد البتراء بمدينة الحسين للشباب في إطار تحضيرات المتواصلة للتصفيات الأولمبية. وتقدم منتخبنا الوطني بهدف السبق في الدقيقة 7 عبر اللاعب سعود الفارسي، لكن منتخب الأردن تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 24، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أحرز منتخبنا الوطني هدف الفوز الذي حمل إمضاء اللاعب حاتم الرشدي. ضمن كأس مازدا للمحترفين، تمكن العروبة من التغلب على فنجة بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها فاز السويق على لمصنع. نتابع بقية النتائج. ننتقل إلى خبر محلي آخر، حيث نجح نادي نزوة في إنهاء إجراءات تعاقد مع المدرب العراقي ثائر عدنان لقيادة الفريق الكروي الأول في الدور الثاني من دوري الدرجة الثانية، وذلك بديلا للمدرب المغربي. وأنهى النادي عقده بالتراضي مع عزيز وزركات بسبب عدم رضا المجلس الإداري بالنادي للنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من الدوري. وقال المكرم عبد الله بن خصيب الحضرمي رئيس المجلس الإداري أن التعاقد مع ثائر عدنان جاءت بعد مفاوضات مع أكثر من مدرب، وقد رجح المجلس الإداري كفته نتيجة سيرته الذاتية القوية ومعرفته بالكرة العمانية، مؤكدا أن العقد يستمر حتى نهاية الموسم قابل للتجديد وفق رغبة الطرفين. الذي صرح قبل هذه المباراة أبرز الأسماء التي أنجبتها كرة القدم العمانية، ولك أن تعلم بأن أحمد مبارك كانوا توج الحصان ميسلير بقيادة الفارس قابوس بن علي البلوشي بلقب مسابقة القرة والتحامل الدولية لمسافة 100 كيلومتر ذات النجمة الواحدة التي نظمها الاتحاد العماني للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك على أرض قرية القرة والتحامل بسيح المحامد بولاية بركة تحت رعاية أحمد بن عبد الله المرزوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية. ودخلت في المسابقة واجتازت الفحص الطبي أو البيطري 72 خيلا من مختلف وحدات الخيال الحكومية والصبلات الخاصة والمواطنين، وشملت المسابقة على 3 سباقات وهي سباق دولي لمسافة 100 كيلومتر للعموم ذات النجمة الواحدة بمشاركة 35 خيلا، بالإضافة إلى سباقين تأهيليين لمسافة 40 كيلومتر بمشاركة 26 خيلا، وآخر لمسافة 80 كيلومتر بمشاركة 11 خيلا. وشهد السباق إشراف دولي من قبل عدد من الخبراء في المجال الفني والتحكيمي والبيطري والإشرافي سواء من داخل السلطنة أو خارجها. احتفل الاتحاد العماني لكرة القدم بتخريج فوج جديد من المدربين الوطنيين فئة السي، وذلك بالمجمع الرياضي بصورة. التفاصيل في تقرير زميل راشد المخين. نتابع. احتفل الاتحاد العماني لكرة القدم بتخريج فوج جديد من المدربين الفئة سي. رعى هذه المناسبة الفاضل هلال بن علي السناني المدير المسؤولية الاجتماعية في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في المجمع الرياضي بصور. هذا وقد أقام الاتحاد العماني لكرة القدم هذه الدورة في محافظة جنوب الشرقية بولاية صور، وتحديدا في دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية في المجمع الرياضي بصور. وبلغ عدد المدربين في فئة سي 24 مدربا، وقد اشتمل البرنامج على فترتين صباحية ومسائية لمدة أسبوعين من 14 وإلى 26 من شهر ديسمبر. وقد حضر في هذه الدورة المدرب الوطني والمحاضر الأسيوي خالد اللاهوري، وأيضا تواجد المدرب الوطني والمحاضر سالم عزان. وقد أقيمت في الحفل عدد من فقرات البرنامج في ختام هذه الاحتفالية. بعد ذلك قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على المدربين المشاركين في هذه الدورة وتبادل الدروع على المحاضرين. بعدها قام الاتحاد العماني لكرة القدم بإهداء هدية تذكارية لراعي الاحتفالية. واليوم يعني احتفلنا مع بعض بتخريج هذه الكوكبة اللي نتمنى أن نراها قريبا إن شاء الله تشق طريقها في مجال التدريب
بمختلف فئاته، سواء كان في مستوى تدريب اللياقة البدنية أو تدريب الفرق أو تدريب البراعم، وبالتالي يعني ينضموا إلى زملائهم فيما سبقهم في هذا المجال. أكيد هم خضعوا لتدريبات يعني حديثة جدا على يد المشرف على هذه الدورة الكابتن خالد اللاهوري المحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي، وكذلك بمساعدة الكابتن سالم عزان المقيمي. اليوم هذه الدورة أكيد يعني ستفتح أبواب ومجال لمراحل متقدمة أخرى في مجال التدريب، ونتمنى إن شاء الله استمرار مثل هذه الدورات في المستقبل القريب. طبعا المدرب يجب أنه يطبق كل ما تعلمه من الجانب النظري والعملي في حياته العملية إن شاء الله، وأتمنى من الجميع إن شاء الله التوفيق وأنه يكمل باقي الدورات البي والإي إن شاء الله. طبعا الدورة هذه دورة سيل، أول مرة تحصل في مجمع شبابي بصور، وأول مرة في منطقة جنوب الشرقية، لكن أتابع الأندية أيضا لا يوجد هناك أي مدرب إلا مدرب واحد، مدرب شباب نادي سور، مدرب واحد من الولاية فقط، فهذا طبعا يعتمد على إدارات الأندية في المنطقة. يعني طبعا كان عندنا برنامج صباح ومساء، عندنا برنامج الساعة 7 اللي هو ميدان، وعندنا المحاضرات النظرية من 10 إلى 1، وعندنا من الساعة 4 إلى الساعة 7 المساء ميدان. والحمد لله الشباب كانوا ملتزمين، المحاضرين خالد لاهوري ومساعد المحاضر سالم عزان كانوا يحتذى بهم، وكان بذلوا المجهود الكثير جدا لإنجاح هذه الدورة. طبعا هذه الدورة تعتبر دورة مبدئية أو دورة تأسيسية على مستوى الاتحاد الآسيوي، دورة إقليمية، وفي الآخر هناك دورات تتبعها، دورات البي. المدرب بعد ما يأخذ شهادة سي لازم يروح يشتغل مع نادي لفترة على الأقل سنتين، وبعد كذا بإمكانه يتقدم للدورة البي، وبعدها بسنة بإمكانه يتقدم للدورة A. إلى جانب أن هناك الآن بدأ الاتحاد أيضا في دورات الاتحاد العماني في دورتين قبل ما يلتحق المدرب بالدورة سي، وكانت استفادة كثير كبيرة، وكان بوجود المدرب الكبير خالد اللاهوري علمنا على كيفية لمسات الكرة كذلك أساسيات الكرة بالكامل مع الاختبارات النظرية، والحمد لله رب العالمين. راشد المخيني لقناة عمان الرياضية من المجمع الرياضي ولاية صور. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، رحب فيكم من خلال برنامج الحدث. ننتقل إليكم الحديث حول حدث آخر، حيث يسافر مساء غد منتخبنا لرفع الأثقال للعاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمشاركة في البطولة العربية لرفع الأثقال 2015. الحديث حول هذه المشاركة وحول هذه البطولة المقبلة للمنتخبنا الوطني ينضم إلينا في الاستوديو سعود بن عامر الخنجري، عضو مقرر اللجنة العمانية لرفع الأثقال. حياك الله سعود. حياك الله أخوي سعيد، سعيدين وجودك اليوم معنا. بالعكس تشريف لينا أن نشارككم في هالبرنامج، وشكرا على الأخوان على الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا فيك. طبعا عشان نفرق سعود، ما له علاقة بالمسألة التمثيل في هذا الضيافة؟ لا ما له علاقة، علاقة بس في مسألة رفع الأثقال يعني حاليا. حياك الله سعود. إذن نتكلم شوي عن هذه المشاركة المقبلة لمنتخبنا الوطني. نعرف أن بطولة عربية على مستوى الوطن العربي مشاركات كثيرة راح تكون، أهمية مشاركة منتخبنا في هذه البطولات مثل البطولة العربية؟ والله لله الحمد انه ان شاء الله مساء الغد راح يغادر المنتخب الوطني لرفع الاثقال للمشاركه في البطوله العربيه لرفع الاثقال، واللي المزمع اقامتها في الدوحه خلال الفتره من 30 الى 8/1/2015. طبعا البطوله هذه يعني كانت لها استعدادات الحمد لله مشرفة صراحة لعناصر المنتخب المشاركين، رغم أنه فئة كبيرة من المنتخب هي تأخذ اللي هي فئة الشباب والناشئين، هي فقط الإشكالية توقيت البطولة ما كان متناسب، لأنه أغلبية اللاعبين اللي هم في الناشئين والشباب ارتباط بالدراسة وكذا، ولكن الحمد لله يعني معنا 4 لاعبين راح يكونوا مشاركين وتم إضمامهم يعني بالبطولة. جميل. يعني نعرف أنه في هذه البطولة راح تشارك ما شاء الله مجموعة كبيرة من الدول العربية، الاستعدادات وقراءة المنتخبات الأخرى أكيد يمكن وضعته أنه في منتخبات راح تكون منافسة بشكل كبير، ومنتخبنا أيضا قادر على المنافسة. حضور منتخبنا الوطني في هذه المشاركة خاصة مع وجود هذه اللاعبين الأربعة، ايه بالنسبه هم للاستعدادات حتى الدول العربيه، يعني طبعا في كثير دول
يعني ذات إمكانيات ربما تكون أفضل، أو بحكم الخبرة بحكم اللعبة تمارس مثلا عندك السعودية بعض الدول الأخرى أيضا. صحيح. وهي حقيقة حتى أساسا مش فقط بطولة واحدة، هي ثلاثة أحداث عاملينها في حدث واحد بالنسبة للجنة المنظمة، هي البطولة العربية وأيضا راح يقام كأس قطر وأيضا البطولة الآسيوية للناشئين والشباب، فهي مثل ما تقول مدموجة يعني ثلاث بطولات في مكان واحد. وإيه بالفعل يعني استعدادات اللعيبة الحمد لله بقرابة العام الحين هم يستعدوا من خلال التدريبات اليومية والمعسكرات الداخلية بالإضافة إلى متابعة المدرب والمشرفين على اللعبة، وإن شاء الله نتمنى أن يعني كلنا نصيب من ميداليات الفوز إن شاء الله. وانتم قادرين إن شاء الله في تحقيق هذه البطولة، مثل ما ذكرت أنه يعني في ثلاث بطولات راح تكون في مكان واحد، يعني هل منتخبنا راح يشارك في البطولة العربية منه راح يشارك في البطولتين الآسيوية والعربية؟ نعم هو لا هو المنتخب مشارك فقط في البطولة العربية، أما بطولة كأس قطر هو يعني هي تقوم فيها اللجنة المنظمة أساسا ويتم إدراج بعض اللعيبة في حسب الكاتيجوريز أو حسب الفئات العمرية يعني المشاركة على هالأساس، ولكن احنا هدفنا اللي هو المنافسة في البطولة العربية في البطولة العربية. بالنسبة لكأساسي الشباب أو الناشئين يعني هي فئة خاصة مختلفة راح تكون؟ لا هي مثل ما ذكرت لك الإشكالية أنه فترة إقامة البطولة جدا أثرت علينا، لأنه هي فترة اختبارات الحين أعتقد اختبارات الفصل منتصف الفصل، فللأسف في مجموعة كثيرة من اللاعبين يعني واجهتنا بعض العراقيل عملية مشاركتهم وأخذ الأذن من أولياء أمورهم أو حتى عملية تفريغهم بحيث أنه ما يأثر أيضا على دراستهم يعني يعني إن شاء الله يلا إن شاء الله إحنا قررين إن شاء الله نحقق، بما أنه يعني كانت المشاركات الماضية كانت بالفعل يعني المشاركة السابقة كان لها دورها، كانت البطولة العربية في تونس وأيضا قبلها بثلاثة أشهر كان في بطولة الخليج واللي حقق فيها أيضا أحد لعيبتنا اللاعب أحمد الإسماعيلي حصل على ثلاث ميداليات ذهبية، فيعني الحمد لله عناصر المنتخب جادين في هذه اللعبة وهناك إنجاز، هناك إنجاز محقق يعني على مستوى البطولات سواء الخليجية أو العربية، وبالتالي يعني من خلال هذه البطولة احنا إن شاء الله نتمنى أن نواصل منتخبنا في حصل هذه الألقاب وحصل ميداليات، وهذا ما هو المطلوب من منتخبنا خلال هذه الفترة. طبعا هي يعني اللجنة العمانية لرفع الأثقال والقوة البدنية هي أساسا مسؤولة عن لعبتين، لعبة رفع الأثقال والقوة البدنية. والعادة يعني جرت العادة أنه مثلا من بداية العام تقدم خطة عمل على مستوى المشاركات الخارجية للمنتخبين وعلى دور هذه الخطة يتم تجهيز اللاعبين من تدريبات ومن معسكرات ومن ايضا مكملات غذائيه تحت اشراف مدربين محترفين في اللعبه يعني والحمد لله. جميل. يعني تواجه مشكله في مساله التسهيلات والدعم المقدم للمنتخبين، خاصه مثل ما ذكرت يعني اكيد لكل منتخب مشاركات الخاصه، لكل منتخب معسكره، لكل منتخب تدريبات معينه ايضا يعني اللي تحتاجه مثل مكملات غذائيه، حتى في مساله تواجد الصالات، يعني هل تواجه في مشكله مساله الدعم والتسهيلات؟ هو مسألة الدعم طبعا هو مبلغ يوفر للجنة على أساس أن توضع اللجنة خطتها خلال العام على في حدود هذا المبلغ، هناك كثير من الدعوات حقيقة للمشاركة في بطولات على مستوى عربي في بطولات أيضا خاصة، لكن إيش هو على أساس أنه يتم انتقاء البطولات الرسمية للمشاركة بالمنتخب أيضا هناك على أساس أنه نقلل التكاليف وأيضا في نفس الوقت انه يعني هذه مشاركه رسميه صحيح باسم السلطنه، في كثير دعوات خاصه تجي ربما تكون بمسميات فرديه او شيء من هالقبيل يعني، ولكن المشاركات الرسميه فمساله الدعم دائما احنا تلاقي اللجنه المشرفه عليها يعني على المنتخبين يضعوا الخطه بحيث انها تكون تتناسب مع الدعم المقدم حتى لا نضغط على نفسنا ولا ياثر ايضا على
جاهزية اللاعبين هذيلا للمشاركة. جميل. طبعا أول مشاركة في 2015 راح تكون في هذه البطولة. هي هذه أول مشاركة وعلى بداية السنة على طول. أيوة. شوي يحتاج للتأهيل. إيه طبعا وتعرف في بداية العام على بداية الموازنات صحيح. على كذا. لكن الحمد لله. الحمد لله يعني. خططكم القادمة إن شاء الله سواء في 2015 من بطولة محلية وحتى كمشاركات خارجية في حال أنكم وضعتوها. والله بالنسبة للعبة رفع الأثقال يعني هناك في مشاركات إن شاء الله قادمة. عندنا هذه بداية العام استهللنا بها يعني البطولة العربية. عندنا أيضا الدورة الخليجية المفترض أتوقع إقامتها في شهر 7 أتوقع، وأيضا الدورة العربية في المغرب لنهاية العام يعني عن طريق اللجنة الأولمبية. بالنسبة للقوة البدنية عندنا البطولة الآسيوية إن شاء الله راح تكون في هونغ كونغ. وأيضا هناك أيضا يعني جهود في استضافة البطولة الآسيوية للصدر إن شاء الله. نتمنى يعني هي لسه في بداية الإجراءات وحتى ما معلن عنها يعني، ولكن إن شاء الله نتمنى أن تتم الموافقة من قبل الاتحاد الآسيوي أو من قبل المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية على استضافة هذا الحدث. وهذا بالفعل يعني ربما يكون دافع سواء للعيبة المنتخبات اللي يشاركوا فيها، وتعرف هذه يعني هذه النوعية من الألعاب الفردية تحتاج إلى مجهود كثير للإعداد. اللاعب ما يقدر يستعد فيها خلال أشهر معينة يعني يحتاج له سنة سنتين حتى يكون مهيأ وقادر إنه يشارك وإنه ينافس في البطولة. فمن خلال هذه المشاركات، من خلال أيضا بعض البطولات الداخلية، بعض اللي تقام في المجمع للمنتخبين أيضا يعني عملية استقطاب عناصر جديدة للمنتخب من فئة الناشئين والشباب حتى تكون قاعدة للمنتخبين يعني، وبإمكان على أساس أن يكون في تحقيق وفي في في جهود بارزة يعني للشباب. ممكن تشوف أن بطولات محلية راح تكون خلال 2015 يعني تنظم للشباب المتواجدين هنا في السلطنة. والله هو في توجه إن شاء الله يعني خلال هذا العام إنه عمل بطولة داخلية ربما سيستفيد منها الشباب اللي هم المشاركين أو ضمن الصالات الرياضية، لأنه مشكلة هذه لعبة رفع الأثقال محتاجة إلى تكنيك معين، محتاجة إلى تقنية معينة صحيح. لممارستها. أما بالنسبة للقوة البدنية بعض أجزاءها ربما أنه تمارس يعني بشكل أو بآخر في الصالات الرياضية، وربما الاستفادة من هذه الخامات أن يتم زجها في المنتخب الوطني للقوة البدنية. جميل. يعني نعرف أنه في مشاركات أيضا لمنتخبنا الوطني للمنتخبين هذه للمنتخب، ولكن في أيضا مشاركات فردية نشوفها لبعض الشباب المشاركين في خارج السلطنة وحتى في داخل السلطنة. هل اللجنة العمانية لرفع الأثقال ترعى هؤلاء الشباب أن تكون هذه المشاركات فردية والفرد يتخصص أو يتكفل بكل هذه المشاركات؟ هو إيش اللي حاصل الحين لما تصير عندنا مثلا مشاركة آسيوية على سبيل المثال للقوة البدنية، أو مثلا نأخذ مثال البطولة العربية، عندنا لما تكون عندنا 4 عناصر من المنتخب من مجموع 15 لاعب بأوزان معينة بفئات مختلفة، فكيف يتم الإجراء أو حسب النتائج بعدد الميداليات لكل اللاعبين؟ حتى أن يعني في بعض الدول تشارك مثلا ب20 لاعب أو حتى تصل يعني إلى 25 لاعب خصوصا بالقوة البدنية، لأنه عندك ما أعرف 6 فئات وكل فئة يشارك فيها لاعبين أو أكثر من 6 فئات حتى. صحيح. فعلى هذا الأساس بالنسبة للمشاركات الفردية تلاقي لا يعني هي يعني قل ما يكون هناك مشاركة فردية إلا إذا مثلا بروجكت معين، مشروع مثلا لاعب أولمبي يتم عمل خطة مثل ما تقول خمسية لإعداده للمشاركة في الأولمبياد، هذا يكون وضع مختلف طبعا يعني هذا في حال مشاركته كإعداد أو كمعسكر أي تكون في خطة معمولة لي خطة لمدة 4 سنوات قادمة أو 5 سنوات قادمة حسب تحت توجيهات مدرب معسكرات، يعني تكون خطة متكاملة حتى يتم الإعداد وأن يشارك مثلا بالأولمبيات على سبيل المثال. أما كمشاركات فردية مثلا في بطولات فردية تقام في بعض الدول المجاورة الشباب يشاركوا مثلا
بصفة مثل ما تقول فردية، وهذا شيء أيضا احنا حتى اللجنة يعني ما نهت مانع هالشيء، بالعكس هذا يعطيهم حافز للمشاركة، دام انه في مشاركات في منافسة هذا يعطي حماس ويعطي الدافع انه يستمر، صفة الاستمرارية يمكن انه يوفر لاعبين يعني بالنسبة لمدرب منتخبنا انه يشوف لاعبين يمارسوا بشكل مستمر ونشوفهم دائما حتى بعدين يمكن حتى نشوفهم مع منتخبنا الوطني. طبعا بالفعل هناك يعني شو ما كانت هناك خامات جيدة بإمكانها أنها تنضم بعد ما يطلع عليها المشرفين الفنيين للعبة، بإمكانها تنضم للمنتخب وليش لا؟ جميل. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في هذه المشاركة. إن شاء الله. وإن شاء الله يعني حصل ميدالية تستمر في هذه البطولة ونشوف الميداليات الذهبية حاضرة. إن شاء الله تكون فاتحة خير يعني لعام 2015 لهذا الموسم. إن شاء الله. أنا شاكر لك على وجودك اليوم سعود بن عامر الخنقري عضو مقر لجنة العمانية. يرفع الأثقال وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق ولمنتخبنا الوطني أيضا. شكرا أخي سعيد. شكرا لك. إذن فاصل مشاهدين الكرام، بعد راح نعود ونكمل مشوار هذه الحلقة. شكرا لكم. والذي نطوف من خلاله عبر الصحف المحلية والعربية والعالمية، كأس الشباب، هل من بطل جديد؟ منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته بمعنويات عالية. الأبرز في خط الهجوم الموجودين حاليا في السلطنة إجا وضمن للمنتخب تماما. اليوم رئيس النادي وضح لكم أشياء كثيرة. صحيفة عمان حضرت الميران الأول وخرجت بعنوان يقول: ونبدأ من اليوم نشتغل وتقيم دور مجالس الإدارات. الجماهير لا تنظر إلى الأداء والمستوى، تنظر إلى النتائج. بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى مجموعة من الأخبار على الساحة العالمية وإلى الدور الاسكتلندي لكرة القدم، حيث قلص نادي أبردين الفارق مع مصدر الدوري سيلتك إلى نقطتين بعد فوز صعب على إنفيرنس كالونيان بهدف دون رد، وكان هذا الفوز الثاني لأبردين على مضيفه هذا الموسم. وسجل بيتر بوليت هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة 12، يشار إلى أن مجموع نقاط أبردين أصبح 37 نقطة مقابل 39 نقطة للمتصدر سلتك. وفي الدوري الأسترالي لكرة القدم فاز نادي ويلغينتون فونكس على ضيفه سيدني وندرز بهدف لصفر، حيث حصل الفريق المضيف على ركلة جزاء بعد أن وقع اللاعب روي كرينشا في الدقيقة 12، ثم سجل كرينشا الهدف بتسديدة مرتدة لركلة الجزاء لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لفريق ويلغينتون فونكس. استضاف فريق الوالد أوتس الأسترالي فريق سوبر ماكسي كومانشي الأمريكي في المدينة الأسترالية سيدني،
وفاز الفريق المضيف في سباق السيدني هوبرت للمرة الثامنة. يشار لنا فريق الوالد أوتس قد حطم الرقم القياسي الذي حصل عليه فريق أستراليا ياخت مورنا بين السنتين 1946 و1960، يجب ذكر أن إلى أن هذا السباق هو الأول لسفينة الكومانشي والتي نزلت إلى الماء في شهر أكتوبر. استضافت سانتا كاترينا الإيطالية كأس العالم للاتحاد الدولي للتزلج، وقد فاز الأمريكي ترافيس غانونغ بمنافسات التزلج المنحدر للرجال بنتيجة 32 ثانية، ونال الألماني ماتياس ماير على المركز الثاني بفارق 9 من الأجزاء من الثانية أكثر من غانونغ، فيما حصل الإيطالي دومينيك باريس على المركز الثالث بنتيجة 32.63. ويشار إلى أن باريس هو الثالث بالتدرج الكلي للمسابقة. وننتقل وإياكم إلى الدور الأمريكي لهوكي الجليد، حيث استضاف فلوريدا بانثرز فريق تورنتو ميبل ليفوز في مواجهة مثيرة جمعت الفريقين، حيث فاز المضيف على ضيفه بستة أهداف لأربعة بعد مواجهة من العيار الثقيل، وكان فلوريدا فاز في 5 من آخر 6 مواجهات له في الدوري. يشار لنا تورنتو تقدم بأربعة أهداف لهدفين في الثلث الثاني، لكن المضيف سجل 4 أهداف على التوالي في الثلث الأخير. Phil Kessel, down low it goes. Bozak turns, puts it in front, free puck. And then they score, Van Riemsdyk. And Toronto reclaims the lead. Here's Gardner. Thrown out to Schetter. Lupul catches up to it. Joffrey Lupul sweeping wide, puts it in front and they score again. Oh my goodness, it's 4-2. Good Branson as the period winds down. Wrist shot knocked down in front. It actually hit Boys and going the other way. It's Kessel on a breakaway on Luongo. And Roberto makes a huge stop as the period ends to keep this at a 2-goal game. Here comes Boys. Boland goes to the net. Kessel gets back. Boys with a shot deflected by Gardner. Looked like it would have been a 2-on-1, but Phil Kessel with that speed got back. Kulikov fires and scores! His first of the year, and we got a 1-goal game. That couldn't get through cleanly, though. Kadri was there along with Manon. Huberdeau's back on it. Fires up high to Willie Mitchell. He holds it in with a slap shot. Score! Tipped in! Resulted in 2 shots. Barkov is in. The 19-year-old Barkov rolls it around for the veteran and fellow Finn Jokinen. خبر وصلنا وياكم مشاهدي الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج الحدث. ان شاء الله نلتقي غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل. الى اللقاء.